مرحبا، اسمي مايكل بريس، أبلغ من العمر 28 عاما، أنا راقص ولاعب جمباز، فإلى اللقاء. عرض يمزج بين خطوات غير اعتيادية وألعاب بهلوانية ورقص وموسيقى. أما الفنانون فقدموا من بلدان متفرقة حاملين معهم مهارات خاصة بهم. يتطلب عملي مهارات خاصة أبرزها الدقة، إنما ينبغي أيضا أخذ الجسد في خطوات ارتجالية والتمسك جيدا بالعصا للحيلولة دون وقوع الربعة، وأما الباقي فأتركه للحظ لكي يمنع انزلاقها. ورغم أن لكل واحد منهم عالمه، إلا أن الموسيقى تبقى أداة الوصل كما يقولون، مما يسمح بتوفير عرض متناغم متناسق وإن كان لا يستند على قصة معينة. إنه عرض جسدي بامتياز، وأردت أن أعكس ذلك عبر الموسيقى بالإضافة إلى نغمات مسلية. من القفز إلى التأرح في الهواء مروراً باللعب بالنار، تمتحن الحركة بتنوعها خفة الفنانين وتوازنهم، وإنما أيضاً شجاعتهم. ما يميز هذا النوع من العروض هو المزج بين الموسيقى والرقص والكوميديا والألعاب البهلوانية التي غالباً ما تتسم بالخطورة، والهدف كما يقول الفنانون هنا هو إثارة مشاعر مختلفة لدى الحاضرين. عنوان العرض ليمبو، أو ما يعني باللغة الإنجليزية بين الجنة والجحيم، اختيار يعكس ازدواجية الأحاسيس التي تعتري المشاهد: الخوف والإثارة، الجدية والتسلية، الخطر والأمان. تناقض يقول الفنانون إن الموسيقى تلقي بظلالها لتجعله أقل عبئاً. نضال أبو راد، BBC.